طبقا للدستور، طبقا للدستور مجلس النواب وثلث من أعضاء مجلس النواب بإمكانهم أن يقدمون مذكرة إلى رئاسة المجلس، إلى المجلس للمطالبة بحل مجلس. طيب هذه آلية، هذه آلية دكتور، وهناك آلية ثانية برئيس الوزراء يقدم طلب إلى رئيس الجمهورية، ولكن يعني هناك من يقول بأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لا تمتلك الصلاحية، و صحيح البرلمان عامل أيضا البرلمان يعني معطل، إذن إلى أين نتجه الآن؟ كيف سيتم تنفيذ هذه المطالب؟ نعم هناك مشكلة أكيد، لكن دائما عندما تكون هناك مشكلة أيضا هناك حلول. هناك اليوم مجلس نواب يعني بعد ما عوض أو هناك تعويض للمستقيلين 73 انعقدت جلسة نظامية. لا أريد أن أذهب إلى إمكانية أو فرصة عودة الصدريين وخروج التعويض مرة أخرى، وهذا أيضا ممكن طبقا للقانون المجلس النواب وطبقا للدستور، أيضا هناك دراسات حول هذا الموضوع. المهم اليوم السلطة الشرعية في البلاد هي السلطة التشريعية مجلس النواب. طبقا للدستور بالإمكان الذهاب عبر مجلس النواب إلى تبني قانون جديد للانتخابات، قانون جديد للمفوضية، وتهيئة مسألة الاستعداد إلى انتخابات. إذا كان البرلمان لا يستطيع تحقيق النصاب بغياب الصدريين وأيضا ما موجود من الإطاريين، كيف سيحقق هذا الشيء الذي تقول بأنه سن قوانين أخرى؟ نعم لا اليوم مجلس النواب الإطار التنسيقي أيد المبادرة، أيد مقترحات الذهاب إلى انتخابات مبكرة وقانون جديد للانتخابات وقانون جديد للمفوضية، وأيد الإطار التنسيقي أيضا اعتماد الدستور والقوانين النافذة لكل هذه الإجراءات. إذن الإطار التنسيقي اللي يمتلك اليوم يعني أغلبية مهمة بعد انسحاب التيار الصدري بإمكانه مع السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني عقد جلسة نظامية والذهاب عبر تقديم طلب من خلال ثلث أعضاء مجلس النواب لطلب حل مجلس النواب، لكن قبل هذا الإجراء يجب الذهاب إلى تشريع قانون الانتخابات الجديد والمفوضية والإجراءات المتعلقة بالتهيئة للانتخابات القادمة.